من ضمن الأسئلة، السلام عليكم، كنت عاوز أعرف كام المبلغ المصري المسموح به الخروج من المطار من مصر، لأني بسمع كلام كتير ومش عارف إيه يا ترى صح. الحقيقة الموضوع ده ممكن يتغير مع الوقت، ولكن في الوقت الحالي للناس اللي هتشاهد الفيديو و10,000 دولار أو ما يعادلهم بيبان على الجهاز وبيسألك معاك كام، فبلاش إنك تكذب في هذا الموضوع. 5,000 جنيه مصري و10,000 دولار هي الحدود اللي مسموح بيها الخروج من المطار من مصر. في ناس ممكن تسأل طب ليه يعني ده جنيه مصري ليه لا، لان في ناس بره في الخارج ممكن يبدل لك مصري بدولار، يعني في ناس فالتحويلات دي مش هتستفاد منها مصر لانها مش عبر قنوات رسميه، فعشان كده في حدود على هذا الموضوع، انه يبقى الحد الاقصى للخروج هو 5,000 جنيه مصري فقط لكل مسافر او 10,000 دولار. مره تانية بسالك، فلوس بتبان على السيستم، فضع ده وده علشان تكون الدنيا بالنسبة لك واضحة، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد.